لا يمكن أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Si à ce que ton nom fêté ni venant de la terre en venant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لماذا؟ إنن أنتم بارك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل. Sachez vous douane ni venant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est sinon fêté déjà en ni en de la terre. ولم يحتفل الصحابة رضي الله عليهم. أرسلنا وزن فيت زانين قوة إروى كارديم فمن محمد صلى الله عليه وسلم. وأول من أحدث هذا الاحتفال الدولة الفاطمية الكافرة. زميني رؤول زيا نبيس زن فيت نينا ترهن فمن محمد صلى الله عليه وسلم زن ديتان فنان ني دولة فاطمية زن يزن ديا كرينينا إزايا أدنينا تنام فان كتسام زن رؤولة تنام فنان إزن أرادوا تخريب الإسلام زمن تانزون نزروا ديا ما هموتينا نفهم الإسلام. كيف نجعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نجعل مولد عيد ميلاد للصغار؟ أولا نبارنا نفهم بأنه فنني فيت بمنان محمد صلى الله عليه وسلم نادرا محمد صلى الله عليه وسلم تحقني فطوني تنول زاري فم فيتي نني برسيرا بين زاكين جيرين أو نتشبه بالنصارى نا أولا نو يتفيز نمرو بين كريستيان نزان نمزاني فنو فنا فيتي زان عندنا في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى أنا تنفن الإسلام تيك ديمان نفيد أنا كبوة نعيد الفطر أقري رمضان نعيد الأضحى أمفتون أني يتبيزن تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتفل روجنا زن متيان بمنان محمد صلى الله عليه وسلم ديت ستوكني في فيتنا ونفتون بمنان زناتي راحن إزان نعم.